بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية، هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ هل الشرائح ظاهرة؟ أرجو كتابة كلمة ظاهرة. هل الشرائح ظاهرة؟ نعم. إذن فالآن أقوم بإغلاق المحادثة ونتيح المجال للأسئلة في نهاية اللقاء إن شاء الله تعالى. نتحدث اليوم عن ثلاث حالات لتوازن المنشأة. الحالة الأولى وهي توازن المنشأة في حالة تحقيق ربح غير عادي. ومتى نحقق ربح غير عادي؟ عندما تكون الإيرادات الكلية أكبر من التكاليف الكلية. أخذناها في اللقاء الحي السابق. عندما تكون الإيرادات الكلية أكبر من التكاليف الكلية، يكون هناك عندنا ربح غير عادي. طيب، ننظر الآن إلى الشكل البياني الموجود في على الشريحة. نلاحظ النقطة A. النقطة A تمثل توازن المنشأة، لأنه عندها يتساوى الـ MR مع الـ MC، يعني بيكون عندنا الـ MR تساوي الـ AR تساوي الـ B، وأيضا تساوي الـ MC عند النقطة A. والنقطة A تمثل توازن المنشأة. لماذا النقطة A تمثل توازن المنشأة؟ لأنه عند هذه النقطة تكون الـ MC التكلفة الحدية تساوي الـ MR الإيراد الحدي، وتساوي الـ AR الإيراد المتوسط، وتساوي P اللي هو السعر. إذن النقطة A هي نقطة التوازن، لأنه يكون عندها الـ MC يساوي الـ MR يساوي الـ AR يساوي الـ B، يعني يتقاطع عند النقطة A كل المنحنيات اللي هي منحنى الـ MC منحنى الـ MR والـ AR والـ B. طيب، عند النقطة A هي نقطة التوازن. لماذا هي نقطة التوازن؟ لأنه عند هذه النقطة منحنى الـ MC يساوي منحنى الـ MR والـ AR والـ B، وأيضا تكون منحنى الـ MC في حالة تزايد أو تصاعد. لاحظوا عند النقطة A يكون منحنى الـ MC في حالة تزايد، صاعد صعود، يعني طالع طلوع. طيب، عند نقطة التوازن A كم الكمية تكون؟ الكمية تكون، انزلوا إلى المحور الأفقي بالأسفل، الكمية تكون 7. يعني عند نقطة التوازن تكون الكمية كم؟ 7. طيب، عند نقطة التوازن كم تكون التكاليف؟ التكاليف عند النقطة B. لماذا؟ لأن B تقع على محور التكلفة الـ ATC. إذا ما هي التكاليف؟ نمشي إلى المحور الأفقي. التكاليف عبارة عن 196. تكاليف الوحدة الواحدة هي عبارة عن 196. لماذا 196 هي التكاليف؟ لأنها تمس محور التكاليف المتوسطة الكلية. إذا متوسط تكلفة الوحدة الواحدة كم؟ 196. إذا لماذا اعتبرنا 196 هو التكلفة؟ لأنه يمس منحنى التكلفة المتوسطة الكلية. طيب، نأتي الآن عند النقطة A، هي الإيراد المتوسط اللي هو AR والMR والسعر. معناه كم الإيراد الوحدة الواحدة؟ الإيراد المتوسط 244. إذن إيراد الوحدة الواحدة 244، وتكلفة الوحدة الواحدة 196. الفرق ما بينهما هو الربح، لأنه الإيرادات الوحدة الواحدة ناقص تكلفة الوحدة الواحدة بيعطينا ربح الوحدة الواحدة. إذا 244 ناقص 196 بطلع الجواب 48. 48 هذا ربح الوحدة الواحدة. طب قديش عندنا عدد الوحدات؟ 7. إذا نضرب ربح الوحدة الواحدة في عدد الوحدات 7 بطلع عندنا إجمالي الأرباح. هذه هي الطريقة الأولى. إذا الطريقة الأولى نطرح إيراد الوحدة الواحدة اللي هو 244 ناقص تكلفة الوحدة الواحدة 196، بطلع الجواب كم؟
108 بيطلع الجواب 48، بيطلع الجواب 48. ال 48 هو ربح الوحدة الواحدة. طب إذا بدنا نطلع الإجمالي الأرباح نضرب في الكمية، الكمية كام عندنا؟ 7. إذا 48 ضرب 7 بيطلع الجواب 336 إجمالي الأرباح. الطريقة الثانية إنه نحسب التكاليف الكلية لوحدها والإيرادات الكلية لوحدها، وبعدين نطرح الإيرادات الكلية من التكاليف الكلية. يعني نحسب هنا ال 196 هي تكلفة الوحدة الواحدة، نضربها في كميتها، يعني 196 ضرب 7، 196 ضرب 7 بنطلع التكاليف الكلية. 196 ضرب 7 بيطلع الجواب 1372. طب الآن هنا إيراد الوحدة الواحدة نضربه في الكمية بصير إجمالي الإيرادات، 244 ضرب 7 بطلع الجواب 1708. نطرح 1708 من 1372 بطلع الجواب 336 اللي هو إجمالي الأرباح. يعني هناك طريقتين، هناك طريقتين لحساب إجمالي الأرباح، إما بنطلع ربح الوحدة الواحدة وبنضربه في الكمية، يعني بنقول 244 ناقص 196 بطلع عنا ربح الوحدة الواحدة، نضربه بالكمية بطلع عنا إجمالي الأرباح اللي هو 336. الطريقة الثانية إنه بنضرب التكاليف الوحدة الواحدة 196 في الكمية بطلع 1372. بنرد نضرب إيراد الوحدة الواحدة في الكمية 244 في 7 بطلع 1708. نطرح 1708 ناقص 1372 بطلع الجواب 336. إذا ما نستنتج من ذلك أن المستطيل المظلل اللي هو A B C D هو ربح غير عادي. المستطيل المظلل يمثل ربح الوحدة الواحدة، ربح غير العادي، يسمى الربح غير العادي، لأنه المربع، خليكم انتبهوا، المربع O C B Q هذا يمثل التكاليف، والمربع الأكبر O D A Q يمثل الإيرادات. لما نطرح المربع الكبير من المربع الصغير بطلع عنا المستطيل المظلل. كمان مرة، المربع التكاليف اللي هو الأصغر اللي هو يمثل مين؟ المسافة O لغاية C B Q، هذا مربع التكاليف. طب المربع الإيرادات أكبر اللي هو O D A Q. لما نطرح المربع الأكبر اللي هو مربع الإيرادات ناقص المربع التكاليف بطلع عنا المستطيل المظلل وهو الربح غير العادي. ولاحظوا هنا أن النقطة B دائما موجودة، النقطة B موجودة على منحنى الـ ATC، النقطة B موجودة على منحنى الـ ATC ودائما بتكون أقل من منحنى السعر، لأنه هذا منحنى السعر، منحنى السعر هذا هو منحنى السعر، فالنقطة B دائما بتكون أقل من إيش؟ من منحنى السعر، تقع على نقطة أسفل من منحنى السعر. ننتقل الآن إلى توازن المنشأة في حالة تحقيق ربح عادي. متى تحقق المنشأة ربح عادي؟ عندما الإيرادات الكلية تساوي التكاليف الكلية. عندما الإيرادات الكلية تساوي التكاليف الكلية بيكون عندنا ربح عادي. إذا لاحظوا هنا معناه هذه النقطة A هي نقطة التوازن. لماذا نقطة التوازن؟ لأنه عند هاي النقطة يتساوى المنحنى الـ MC مع الـ MR مع الـ AR مع الـ B مع الـ ATC. عند هذه النقطة يتقاطع أو يتساوى منحنى الـ MC ومنحنى الـ MR ومنحنى الـ AR ومنحنى السعر ومنحنى الـ ATC عند النقطة A، وتمثل هاي نقطة التوازن، وتكون أيضا الـ MC في حالة تصاعد. طيب لاحظوا هنا الإيرادات الكلية تساوي التكاليف الكلية، يعني مربع التكاليف، ما هو مربع التكاليف؟ O B A Q. طب ما هو مربع الإيرادات؟ نفسه O B A Q، يعني أن الإيرادات الكلية تساوي التكاليف الكلية. لما يكون عندنا الإيرادات الكلية تساوي التكاليف الكلية بيكون عندنا ربح عادي، والربح العادي هو عبارة عن الربح العادي يحقق عندما يمس
عندما يمس منحنى الاي تي سي، هذا منحنى الاي تي سي، عندما يمس منحنى الاي تي سي السعر والتكلفة الحدية وهي صاعدة. يعني هذا هو الربح العادي. متى يتحقق الربح العادي؟ عندما يمس منحنى الاي تي سي، منحنى السعر، وايضا منحنى الام سي، واللي هو يمثل نقطة التوازن A. لاحظوا هنا النقطة A موجودة على نفس منحنى الـ ATC، النقطة A موجودة على نفس منحنى الـ ATC وأيضا على نفس منحنى السعر عند نفس كمية التوازن. هذا الخط أو النقطة هذه نسميها ربح عادي، ربح عادي، لأن التكاليف الكلية تساوي الإيرادات الكلية. لاحظوا التكاليف الكلية هي المربع O B A Q، والإيرادات الكلية نفس المربع O B A Q، معناه الإيرادات الكلية تساوي التكاليف الكلية. وإحنا في الاقتصاد دائما عندما الإيرادات الكلية تساوي التكاليف الكلية نقول أن هناك ربح عادي، نقول أن هناك ربح عادي. نأتي الآن إلى الحالة الثالثة وهي توازن المنشأ في حالة تحقيق خسارة. توازن المنشأ في حالة تحقيق خسارة، نفس الشيء هنا. النقطة B، هنا النقطة B تمثل نقطة التوازن. لماذا تمثل نقطة التوازن؟ لأنه عند هذه النقطة، لأنه عند هذه النقطة الـ MC، منحنى الـ MC يساوي منحنى الـ MR والـ AR والـ B عند النقطة B، وبتكون الـ MC في حالة صعود. طيب لاحظوا هنا التكاليف 140، آسف، هنا الإيرادات 140، لأنه هذا المنحنى منحنى الإيراد المتوسط، هذا المنحنى اللي بالأسود الغامق هو منحنى الإيراد الحدي، وهو نفسه منحنى الإيراد المتوسط، وهو نفسه منحنى السعر. يعني الرقم 140 هو الإيراد الوحدة الواحدة لأنه يقع على نقطة الإيراد، بينما ال 188 هي تكلفة الوحدة الواحدة. لماذا؟ لأنها تقع على منحنى التكلفة الـ ATC. إذا لماذا اعتبرنا ال 188 تكلفة؟ لأنها تقع على منحنى التكلفة. ولماذا اعتبرنا ال 140 إيراد؟ لأنها تقع على منحنى الإيراد. لاحظوا هنا التكاليف هنا أكبر من الإيراد، معناها خسارة. لما تكون التكاليف أكبر من الإيرادات بيكون عندنا خسارة. التكاليف 188 والإيرادات 140، معناه التكاليف أعلى من الإيرادات، معناه بيكون عندنا خسارة. لماذا عندنا خسارة هنا؟ لأن الإيرادات الكلية أقل من التكاليف الكلية، أو بمعنى آخر لأن التكاليف الكلية أكبر من الإيرادات الكلية. لاحظوا هنا المربع صفر أو O، المربع O C B Q، هذا يمثل مربع الإيرادات، مربع الأصغر، بينما المربع O D A Q يمثل مربع التكاليف. لاحظوا أن التكاليف أعلى من الإيرادات، معناه بكون هذا المستطيل عندنا خسارة. لماذا هنا هذا المستطيل المظلل خسارة؟ لأن التكاليف أعلى من الإيرادات، معناه المستطيل المظلل A B C D عبارة عن خسارة. طب كيف بدنا نحسب هذه الخسارة؟ كالتالي، زي ما عملنا في الأرباح، نطرح الإيرادات من التكاليف. الإيرادات كم؟ 140 ناقص التكاليف كم؟ 188. 140 ناقص 188 كم بطلع الجواب؟ سالب 48. لماذا ذكرناه بالسالب؟ لأنه 140 ناقص 188 بطلع الجواب سالب 48. إذا خسارة الوحدة الواحدة سالب 48، بنضربها في الكمية، سالب 48 ضرب 5 بطلع عنا، سالب 48 ضرب 5 بطلع عنا 240 بالسالب. إذا إجمالي الخسائر كم؟ 240 بالسالب. أو بالطريقة الأخرى، كيف الطريقة الأخرى؟ نحسب الإيرادات الكلية. كيف نحسب الإيرادات الكلية؟ إيراد الوحدة الواحدة 140 ضرب الكمية 5 بطلع الجواب 700،
بعدين نحسب التكاليف الكلية 188 ضرب 5 بطلع الجواب 940. إذا 700 ناقص 940 بطلع الجواب سالب 240 خسارة. لماذا خسارة؟ لأن التكاليف أعلى من الإيرادات. التكاليف 188 والإيرادات 140. زي ما قلنا كيف بنحسبها؟ نطرح الإيرادات من التكاليف. 140 ناقص 188 بطلع الجواب سالب 48. هذا السالب 48 ربح خسارة الوحدة الواحدة. سالب 48 خسارة الوحدة الواحدة. طب قديش عندنا الكمية احنا؟ 5. معناه بنضرب سالب 48 في 5 بطلع الجواب سالب 240. او الطريقة الاخرى ان نضرب 140 في 5 وكمان 180 في 5 وبعدين نطرحهم من بعض. يعني 140 في 5 بطلع الجواب عندنا 700، و 188 في 5 بطلع الجواب 940. 700 ناقص 940 بطلع الجواب سالب 240 اجمالي الارباح. لاحظوا هنا انه النقطة A موجودة على منحنى الـ ATC بس تقع وين؟ تقع اعلى من منحنى السعر عند كمية التوازن 5. لاحظوا كمان مرة، النقطة A تقع على منحنى الـ ATC وين موجودة؟ اعلى من منحنى السعر عند الكمية 5. اذا المستطيل المظلل هذا ABC D يمثل خسارة. لماذا؟ لان التكاليف اعلى من الإيرادات، بينما بالشريحة السابقة هذا المستطيل المظلل يمثل ربح. لماذا؟ لأن الإيرادات أعلى من التكاليف، معناه بيكون عندنا أرباح. لما تكون الإيرادات أعلى من التكاليف بيكون أرباح، لما تكون التكاليف أعلى من الإيرادات بيكون عندنا خسائر. ننتقل الآن إلى المنشأة وقرار التوقف عن الإنتاج في الأجل القصير. طب إذا كانت المنشأة خسرانة هل نستمر بالإنتاج أم نتوقف عن الإنتاج؟ إذا كانت المنشأة خسرانة في حالة خسارة هل نستمر بالإنتاج أم نتوقف عن الإنتاج؟ الإجابة على هذا السؤال يعني قرار التوقف أو الاستمرار في الإنتاج يعتمد على المقارنة بين سعر بيع الوحدة الواحدة B، يعني السعر البيع B، والتكاليف المتوسطة المتغيرة ABC. يعني حتى نقرر ان نستمر في الانتاج او نتوقف عن الانتاج يجب ان نقارن بين السعر بي والتكلفة المتوسطة المتغيرة ABC. فالحالة الاولى اذا كان سعر البيع اكبر من متوسط التكاليف المتغيرة، يعني اذا كان السعر اكبر من ABC اللي هي متوسط التكاليف المتغيرة، معناه القرار المناسب الذي ننصح المنتج به هو الاستمرار في الانتاج. كمان مرة، إذا كان سعر البيع أكبر من متوسط التكاليف المتغيرة، ما هو القرار المناسب أو بماذا ننصح المنتج؟ ننصحه بالاستمرار في الإنتاج لأنه يستطيع تغطية تكاليفه المتغيرة، لأنه يستطيع تكلفة تغطية التكاليف المتغيرة وجزء من التكاليف الثابتة. وإذا استمر في الإنتاج رح يقلل من متوسط التكاليف الكلية، وبالتالي رح يفوق السعر تكاليف الإنتاج الكلية. إذا باختصار لما يكون سعر البيع أكبر من متوسط التكاليف المتغيرة، ما هو القرار المناسب الذي ننصح به المنتج؟ الاستمرار في الإنتاج. الحالة الثانية، إذا كان سعر البيع أقل من متوسط التكاليف المتغيرة، في هذه الحالة ننصح المنتج بالتوقف عن الإنتاج. لماذا؟ لأنه إذا استمر في الإنتاج راح تؤدي إلى خسائر أكثر، لأنه إذا استمر في الإنتاج راح يخسر أكثر. فعندما يكون سعر البيع أقل من متوسط التكاليف المتغيرة، القرار المناسب اللي ننصح به المنتج هو التوقف عن الإنتاج. لماذا؟ لأنه لا يستطيع تغطية التكاليف المتغيرة، وبالتالي فإنه إذا استمر في الإنتاج راح تزداد خسائره. إذا مختصر الكلام، إذا كان سعر البيع أكبر من متوسط التكاليف المتغيرة، القرار المناسب هو الاستمرار في الإنتاج. أما إذا كان سعر البيع أقل من متوسط التكاليف المتغيرة، القرار المناسب هو
التوقف عن الإنتاج أو إغلاق المنشأة. ننتقل الآن إلى المقارنة بين الأجل القصير والأجل الطويل. الاختلاف بين الأجل القصير والأجل الطويل ذكرناه في السابق، قلنا في الأجل الطويل لا يوجد تكاليف ثابتة، أي أن جميع التكاليف في الأجل الطويل متغيرة. في الأجل الطويل لا يوجد تكاليف ثابتة، أي أن جميع التكاليف في الأجل الطويل تكون متغيرة، بينما بالأجل القصير بيكون عندنا تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة. كمان مرة، في الأجل القصير يكون عندنا نوعين من التكاليف، ثابتة ومتغيرة، أما بالأجل الطويل يوجد نوع واحد فقط وهو التكاليف المتغيرة، لأنه لا يوجد تكاليف ثابتة في الأجل الطويل. ولذلك مدام لا يوجد تكاليف ثابتة في الأجل الطويل، معنى ذلك أن الـ ATC هي نفسها الـ ABC. بالأجل الطويل الـ ATC هي نفسها الـ ABC، لماذا؟ لعدم وجود تكاليف ثابتة في الأجل الطويل. معنى المشكلة في الأجل القصير تنحصر في تحديد حجم الإنتاج المناسب، بينما المشكلة في الأجل الطويل تمتد لتشمل بالإضافة إلى تحديد الحجم المناسب للإنتاج اختيار حجم الطاقة الإنتاجية للمشروع والتي تحقق توازنه. الفرق الثاني بين الأجل القصير والأجل الطويل أنه في الأجل القصير يمكن للمنشأة أن تتحمل الخسائر، في الأجل القصير يمكن للمنشأة أن تتحمل الخسائر بشرط أن تكون الخسائر أقل من التكاليف الثابتة، بينما بالأجل الطويل لا يمكن للمنشأة أن تتحمل الخسائر. كمان مرة، في الأجل القصير يمكن للمنشأة أن تتحمل الخسائر بس بشرط أن تكون الخسائر أقل من التكاليف الثابتة، أما في الأجل الطويل فلا يمكن للمنشأة أن تتحمل الخسائر. ولذلك في الأجل الطويل إذا كانت المنشأة ربحانة رح يغري منشآت أخرى للدخول في الصناعة، يعني إذا كانت المنشأة ربحانة رح هذه الأرباح رح تغري منشآت أخرى للدخول إلى الصناعة، أما إذا كانت المنشأة خسرانة رح تخرج من السوق لأنها إيش خسرانة، تتوقف عن الإنتاج وتخرج من السوق. وهكذا، يعني عندما تكون هناك أرباح تدخل منشآت جديدة إلى السوق، وعندما يكون هناك خسائر تخرج من السوق، وهكذا يستمر الدخول والخروج من السوق حتى تستقر الأمور. متى تستقر الأمور؟ تستقر عندما يكون السعر مساويا للتكلفة الحدية ومساويا لمتوسط التكلفة الكلية. يعني متى تستقر عملية الدخول والخروج؟ عندما يكون الـ MC تساوي الـ B تساوي الـ ATC، وهذه بنسميها في الاقتصاد نقطة التعادل. هذه لما تكون الـ MC تساوي الـ B تساوي الـ ATC نسميها في الاقتصاد نقطة التعادل، يعني لا يكون هناك لا أرباح ولا خسائر. عندما لا يكون عندنا لا أرباح ولا خسائر نسميها في الاقتصاد ربح عادي. كمان مرة، عندما يكون عندنا لا أرباح ولا خسائر تسمى في الاقتصاد ربح عادي. إذا ما معنى الربح العادي؟ الربح العادي يعني لا أرباح ولا خسائر. مصطلح الربح العادي في الاقتصاد يعني الإيرادات الكلية تساوي التكاليف الكلية، يعني لا يوجد أرباح ولا يوجد خسائر. عندما لا يوجد أرباح ولا يوجد خسائر معناه بنسميه ربح عادي. ننتقل الآن إلى سوق الاحتكار التام أو المطلق. هذا أخذناه بالسابق، راح نذكركم فيه بخصائص هذا السوق، احنا أخذناها في اللقاءات السابقة، هنا راح نذكركم فيه مجرد تذكير. سوق الاحتكار، ما هو مفهوم الاحتكار؟ هو تفرد منتج واحد في إنتاج سلعة لا يكون لها بديل قريب، أي لا يمكن الاستغناء عنها ولا يمكن إحلال سلعة محلها. يعني يكون منتج واحد فقط في السوق أو بائع واحد فقط في السوق، زي ما إيش أخذنا أمثلة في السابق، زي شركة الكهرباء لا يوجد إلا شركة واحدة فقط، أو شركة المياه الوطنية اللي توصل المياه للمنازل لا يوجد إلا شركة واحدة، زي شركة أرامكو لا يوجد إلا شركة واحدة. هذه تسمى سوق احتكار تام، لأنه لا يوجد إلا منتج واحد فقط وينتج سلعة ليس لها بديل قريب
ولا يمكن الاستغناء عنها، يعني زي الكهرباء أو المحروقات أو المويه لا يمكن الاستغناء عنها، ولا يمكن إحلال سلعة محلها، يعني لا يمكن إحلال محل المويه شيء آخر لا بديل عن المويه. ما هي أسباب حدوث الاحتكار المطلق؟ هناك 6 أسباب لحدوث الاحتكار المطلق. المطلق هو نفسه التام، الاحتكار المطلق هو نفسه الاحتكار التام. ما هي أسباب حدوثه؟ عندنا 6 أسباب: حقوق الامتياز، براءة الاختراع، الاحتكار الطبيعي، نظام كارتل، وتملك أحد المواد الخام الضرورية في إنتاج السلع المحتكرة، والعلامات المميزة التي تحدد وكلاء وحيدين في الاستيراد بحيث يمنع من سواهم من الاستيراد لهذه السلع. حقوق الامتياز، يعني شو يعني حقوق الامتياز؟ يعني الدولة تعطي الحق لجهة معينة لإنتاج السلعة، زي مثلا هلا شركة أرامكو، الدولة أعطت شركة أرامكو حق إيش؟ إنتاج النفط، فلا يحق لأي شركة أخرى إنتاج النفط. إذا حقوق الامتياز يعني أن الدولة تعطي حق الامتياز لجهة واحدة لإنتاج السلعة، فلا يجوز لجهة أخرى أو مؤسسة أخرى أو جهة أخرى إنتاج نفس السلعة. براءة الاختراع يعني زي مثلا شركات الكمبيوتر، يعني لما مايكروسوفت لما اخترعت هذا البرنامج فهو تحتكره إلها لأنه هي اللي اخترعته، يعني أي جهة تخترع شيء فهي تحتكره لها، أي جهة تخترع شيء معين فهي تخترع له، زي برامج الكمبيوتر. عندما شركة معينة تخترع برنامج كمبيوتر يسمى باسمها وتحتكره لنفسها، لا يجوز للجهات الأخرى إنتاجه. الاحتكار الطبيعي، ما المقصود بالاحتكار الطبيعي؟ لما الشركة أو المنشأة تتوسع في الإنتاج بتقل تكاليفها، إذا المنشأة لما تتوسع في الإنتاج تقل تكاليفها، معناه الشركات الكبرى أو المنشآت الكبرى أو المصانع الكبرى بتكون تكاليفها أقل من المنشآت الصغرى، وبالتالي المنشآت الكبيرة تحتكر احتكار طبيعي. لماذا تحتكر احتكار طبيعي؟ لأنه تكاليفها بتكون أقل من تكاليف المنشآت الصغيرة. دائما المنشآت الكبيرة تكاليفها أقل من المنشآت الصغيرة، معناها هذا بنسميه احتكار طبيعي. لذلك المنشآت الصغيرة لا تستطيع أن تنافس المنشآت الكبيرة. لماذا المنشآت الصغيرة لا تستطيع أن تنافس المنشآت الكبيرة؟ لأن المنشآت الكبيرة تكاليفها أقل من المنشآت الصغيرة. نظام كارتل، نأتي الآن إلى نظام كارتل، هو عبارة عن تكتل أو تجمع بعض المنشآت بحيث تتبنى قرارا موحدا فيما يتعلق بالإنتاج والأسعار، زي أوبك، زي منظمة أوبك. يعني بيكون هناك مجموعة من المنشآت المنتجين بتبنوا قرار واحد فيما يتعلق بالإنتاج والأسعار زي منظمة أوبك. 5، تملك أحد المواد الخام الضرورية في إنتاج السلع المحتكرة. يعني عندما تكون جهة هي الوحيدة اللي بتمتلك المادة الخام للسلعة، معناها لا تستطيع إلا هي أن تنتجها، لا ينتجها إلا هي. مثلا شركة الكهرباء هي تمتلك البنية التحتية لشبكة الكهرباء، فبالتالي لا يستطيع إنتاج الكهرباء إلا شركة الكهرباء، لأنها هي تمتلك المواد الخام لإنتاج السلعة. آخر شيء، العلامات المميزة التي تحدد وكلاء وحيدين في الاستيراد. أحيانا بعض شركات الإنتاج تعطي وكلاء معينين حتى هم يستوردوا السلعة، يعني مثلا عندما نقول الراجحي مثلا أو الجميح، آسف، عندما الجميح تستورد السيارات اليابانية الأمريكية، عندما نقول مثلا الجميح تستورد السيارات الأمريكية لأنها ماخذ وكالة. إذا هنا العلامات المميزة التي تحدد وكلاء وحيدين في الاستيراد بحيث يمنع استيراد هذه السلعة ممن غير سوى الموكلين أو الوكلاء. ننتقل الآن إلى خصائص سوق الاحتكار التام، وهذه أخذناها بالسابق، أنه دائما في سوق الاحتكار التام بيكون عندنا منتج واحد فقط للسلعة والخدمة، زي شركة الكهرباء، زي شركة أرامكو، زي شركة المياه الوطنية، بيكون منتج واحد فقط للسلعة. وبالتالي مدام يكون هناك منتج واحد فقط للسلعة هو الذي يحدد السعر، لأنه لا يوجد غيره، معناه يكون هو صانع للسعر. يعني تكون المنشأة أو المحتكر
يكون المنشأ أو المنتج المحتكر صانع للسعر. شو يعني صانع للسعر؟ شرحناه في السابق. صانع للسعر يعني هو الذي يحدد أو يتحكم في السعر، بنسميه بالإنجليزي برايس ميكر، يعني يكون لها قدرة تأثيرية كبيرة في السعر، يعني بتكون تتحكم في السعر في العرض والطلب، يعني تكون تتحكم في السعر، هي اللي بتحدد السعر لأنها هي المنتج الوحيد للسلع. الخاصية الثانية، يقوم المنتج ببيع سلعة ليس لها مثيل في السوق، يعني زي الموية ليس لها مثيل في السوق، زي المحروقات ليس لها مثيل في السوق، زي الكهرباء ليس لها مثيل بالسوق. عدم إمكانية دخول منتجين آخرين للصناعة والسوق، يعني ممنوع يدخل شركة أخرى، يعني شركة الكهرباء ممنوع بالقانون أنه تدخل شركة أو نفتتح أو نعمل شركة كهرباء ثانية، يعني عدم إمكانية دخول منتجين آخرين للصناعة والسوق بقوة القانون أو بوجود قيود إدارية وقانونية، لأن الدولة بتكون معطية حق الامتياز لجهة معينة ولا يجوز لأي جهة أخرى أنها تدخل إلى السوق. دائما منحنى طلب المنتج المحتكر هو نفسه منحنى طلب السوق، وإحنا قلنا منحنى طلب السوق دائما يتجه من أعلى أو ينحدر من أعلى إلى أسفل ومن اليسار إلى اليمين، وهو نفسه منحنى الإيراد المتوسط. يعني باختصار، دائما في حالة الاحتكار دائما الإيراد الحدي يكون أقل من السعر، هذه قاعدة. دائما في سوق الاحتكار التام الإيراد الحدي يكون أقل من السعر، والإيراد المتوسط يساوي السعر. يعني دائما في حالة الاحتكار الإيراد الحدي يكون أقل من السعر، والسعر احنا قلنا دائما يساوي الإيراد المتوسط، يعني بيكون الإيراد الحدي أقل من السعر والسعر بيكون يساوي الإيراد المتوسط. إذن هذه قاعدة مهمة، دائما في سوق الاحتكار التام يكون الإيراد الحدي أقل من السعر، والسعر دائما بيكون يساوي الإيراد المتوسط، بينما في سوق المنافسة الكاملة دائما كلهم بتساوي الإيراد الحدي يساوي السعر ويساوي الإيراد المتوسط. هذا الفرق ما بين سوق المنافسة الكاملة وسوق الاحتكار التام. في سوق الاحتكار التام الإيراد الحدي يكون أقل من السعر ويساوي الإيراد المتوسط، أما في سوق المنافسة الكاملة يكون الإيراد الحدي يساوي السعر ويساوي الإيراد المتوسط. إذن هذا الفرق ما بين السوقين. ننتقل الآن إلى العلاقة بين الإيراد الكلي بين الإيراد الحدي والمرونة. العلاقة بين الإيراد الحدي والمرونة، لاحظوا هنا من هذا القانون نلاحظ أن الإيراد الحدي موجود في البسط، بينما المرونة اللي بنرمز لها بالرمز إيه موجودة في المقام، معناه العلاقة بينهم بتكون دائما علاقة عكسية، لأن الإيراد الحدي موجود في البسط والمرونة موجودة وين؟ في المقام، معناه دائما العلاقة بتكون علاقة عكسية بينهم، وبالتالي هناك علاقة عكسية بين الإيراد الحدي والمرونة كما يلي: عندما يكون الطلب مرن فإن الإيراد الحدي يكون موجب، وإذا كان الإيراد المحدي موجب فإن الإيراد الكلي يتزايد. هذه قواعد، هذه قواعد. القاعدة الأولى: عندما يكون الطلب مرن فإن الإيراد الحدي يكون موجب، وعندما يكون الإيراد الحدي موجب فإن الإيراد الكلي يتزايد. القاعدة الثانية أو العلاقة الثانية: عندما يكون الطلب غير مرن فإن الإيراد الحدي يكون سالب، وعندما يكون الإيراد الحدي سالب يكون الإيراد الكلي يتناقص. القاعدة الثالثة: عندما يكون الطلب متكافئ المرونة فإن الإيراد الحدي يساوي صفر، وعندما الإيراد الحدي يساوي صفر يكون الإيراد الكلي ثابت. يعني عندما يكون الإيراد الكلي عند أعلى مستوى له يكون الإيراد الحدي يساوي صفر ويكون الطلب متكافئ المرونة، وبعدها يبدأ الإيراد الكلي بالتناقص. ننتقل الآن إلى العلاقة الرابعة: عندما يكون الطلب تام المرونة. تام المرونة شو يعني تام المرونة؟ يعني لا نهائي المرونة، ما لا نهاية. يكون الإيراد الحدي مساوي للسعر، يكون الإيراد الحدي مساوي للسعر. ورح نشوف الآن في الشكل البياني في الشريحة اللي بعدها هذا
انه دائما منحنى الطلب يساوي الايراد المتوسط ويساوي السعر، في حين ان الايراد الحدي يكون اقل من السعر والايراد المتوسط، هنشوفها في الشريحة اللاحقة. نأتي الآن إلى توازن المنشأة أو المنتج في حالة الاحتكار، في حالة لما يكون المنتج أو المنشأة محتكر. هناك ثلاث حالات للمنشأة في حالة الاحتكار. الحالة الأولى إذا كان الإيراد المتوسط أكبر من متوسط التكاليف الكلية فإن المنشأة تحقق ربح غير عادي. طب إذا كان الإيراد المتوسط يساوي متوسط التكاليف الكلية فإن المنشأة تحقق ربح عادي، وهذه بنسميها نقطة التعادل، ربح عادي نقطة التعادل، يعني لا أرباح ولا خسائر. إذا كان الإيراد المتوسط أقل من متوسط التكاليف الكلية يعني الـ ATC فإن المنشأة تحقق خسائر. طيب دائما يجب أن نراعي في حالة الاحتكار، دائما زي ما قلنا الاحتكار، في حالة الاحتكار الإيراد الحدي بيكون أقل من السعر وأقل من الإيراد المتوسط، طالما أن منحنى الطلب ينحدر من أعلى إلى أسفل. في حين في حالة المنافسة ذكرناها في الشريحة السابقة، في حالة المنافسة دائما الإيراد الحدي يساوي الإيراد المتوسط يساوي السعر، وهنا يكون منحنى الطلب تام المرونة أو لا نهائي المرونة، يعني بيكون على شكل خط مستقيم أفقي. الآن رح نأخذ توازن المنشأة المحتكرة في حالة الاحتكار في الأجل القصير في حالة تحقيق ربح غير عادي. لاحظوا النقطة A هنا في الشكل البياني هي التوازن، توازن المنشأة. لماذا؟ لأنه الMR منحنى الMR يساوي منحنى الMC، يعني بتقاطعوا عند النقطة A. إذا النقطة A تمثل التوازن. لماذا تمثل التوازن نقطة A؟ لأن منحنى الMR يساوي منحنى الMC عند هاي النقطة، لأن منحنى الMC يتقاطع مع منحنى الMR. طيب الآن قديش الكمية عند التوازن؟ الكمية عند التوازن 5، الكمية عند التوازن 5. نأتي لها إلى النقطة B. النقطة B هذه على المحور العمود كم؟ 30، وهذه تمثل إيش؟ الإيراد. لماذا الإيراد؟ لأنها تقع على أي منحنى؟ لأنها تقع على منحنى الإيراد المتوسط، لأنها تقع، إذا النقطة B تمثل الإيراد. لماذا؟ لأنها تقع على منحنى الإيراد أو السعر، إذا 30 هي الإيراد. طيب النقطة C هي التكلفة. لماذا؟ لأنها تقع على منحنى التكلفة اللي هو ATC. النقطة C أين تقع النقطة C؟ على منحنى الـ ATC، يعني منحنى التكلفة المتوسطة الكلية، معناها الـ 24 هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن تكلفة الوحدة الواحدة. معناها الثلاثين هي عبارة عن إيراد الوحدة الواحدة، والـ 24 عبارة عن تكلفة الوحدة الواحدة. إذا بدنا نحسب الربح نطرح 30 ناقص 24 بطلع كم؟ 6. إذا الربح ربح الوحدة الواحدة كم؟ 6. إذا بدنا نحسب إجمالي الأرباح نضرب ربح الوحدة الواحدة في الكمية، يعني 6 ضرب 5 بيطلع الجواب 30. إذا إجمالي الأرباح 30، أو نستخدم الطريقة الثانية نضرب 24 في 5 بيطلع عنا إجمالي التكاليف، 24 في 5 بيطلع عنا إجمالي التكاليف 120، و30 في 5 بيطلع 150 إيرادات الكلية، معناها 150 ناقص 120 بيطلع الجواب 30. زي ما أخذنا بالسابق هناك طريقتين لحساب الأرباح. لاحظوا هنا النقطة C التي تقع على منحنى الـ ATC تقع وين؟ أسفل السعر، لأن السعر موجود فوق، هذا هو منحنى السعر. دائما النقطة C في حالة الربح غير العادي تقع أسفل منحنى السعر. كمان لاحظوا بالشكل هنا، لاحظوا هنا بالشكل، هذا المنحنى منحنى الإيراد الحدي، والخط الثاني هو منحنى الإيراد المتوسط ونفس السعر. مين أعلى؟ دائما الإيراد منحنى السعر أو الإيراد المتوسط أعلى من مين؟ أعلى من منحنى الMR. لاحظوا هذا منحنى الإيراد المتوسط والسعر دائما بيكون أعلى من مين؟ من منحنى الإيراد الحدي. أو العكس، شو بنقول؟ منحنى الإيراد الحدي أقل من منحنى السعر وأقل من منحنى الإيراد المتوسط.
إذا ما هو الفرق بين المنافسة الكاملة والاحتكار التام؟ ما هو الفرق بين المنافسة الكاملة والاحتكار التام؟ هناك فرقين. الفرق الأول إنه في المنافسة الكاملة المنتج ينتج كمية أكبر ويبيع بسعر أقل. إذا في حالة المنافسة الكاملة المنتج ينتج كمية أكبر ويبيع بسعر أقل، بينما في حالة سوق الاحتكار ينتج كمية أقل ويبيع بسعر أعلى. معناه مين أفضل للمستهلك؟ الأفضل للمستهلك أو للمجتمع أسواق المنافسة الكاملة أفضل من أسواق الاحتكار التام. لذلك نجد أن المجتمعات دائما ترحب بوجود الأسواق المنافسة الكاملة ولا ترحب بوجود أسواق الاحتكار، وهناك دول تحارب الاحتكار لأنه يضر بالمستهلكين. دائما الاحتكار يضر المستهلكين، لماذا؟ لأن الاحتكار بيع بسعر أعلى وكمية أقل، بينما في حالة المنافسة نبيع بسعر أقل وبكمية أكثر وتكون الكمية أكثر. الفرق الثاني ذكرناه بالسابق وهذا فرق مهم، هذا الفرق الثاني هو فرق مهم. في حالة المنافسة الكاملة دائما الإيراد الحدي يساوي الإيراد المتوسط يساوي السعر، يعني الـ MR يساوي الـ AR يساوي الـ B في حالة المنافس. أما في حالة الاحتكار يكون الإيراد الحدي أقل من الإيراد المتوسط والسعر زي ما هم مبين بالشكل. هذا منحنى الإيراد الحدي، هذا منحنى الإيراد الحدي، وهذا منحنى السعر والإيراد المتوسط. دائما منحنى الإيراد الحدي بيكون أقل من منحنى الإيراد المتوسط أو السعر، يعني الـ MR الإيراد الحدي أقل من الـ AR وتساوي الـ B. بهذا نكون قد أنهينا المقرر بهذه الشريحة، شريحة 111، نكون قد أنهينا المقرر. الآن الشريحة من 112 فما فوق هي عبارة عن مراجعة شاملة لجميع القوانين اللي أخذناها في المقرر. إذا من عند شريحة 112 راح نبدأ بالمراجعة لجميع القوانين اللي أخذناها في المقرر. اليوم راح نأخذ إن شاء الله شريحتين وغدا نكمل المراجعة الشاملة. إذا المراجعة تبدأ من الشريحة 112، اليوم إن شاء الله راح نكمل شريحتين من المراجعة وغدا راح نكمل بقية شرائح المراجعة. إذا ملخص القوانين وتطبيقات عليها. أول شيء راح نأخذ مرونة الطلب. كيف بنحسب مرونة الطلب؟ دلتا كيو على دلتا بي في بي 1 على كيو 1، يعني كيو 2 ناقص كيو 1 على بي 2 ناقص بي 1 ضرب بي 1 على كيو 1، هاي مرونة الطلب. طب مرونة العرض اي اس نفس القانون، دلتا كيو على دلتا بي ضرب بي 1 على كيو وتساوي كيو 2 ناقص كيو 1 على بي 2 ناقص بي 1 ضرب بي 1 على كيو 1. الفرق ما بين المرونتين أن مرونة الطلب السعرية دائما إشارتها سالبة، مرونة الطلب السعرية دائما إشارتها سالبة، بينما مرونة العرض السعرية دائما إشارتها موجبة. هذا الفرق ما بين المرونتين، دائما مرونة الطلب السعرية إشارتها سالبة بينما مرونة العرض السعرية دائما إشارتها موجبة. خلينا نأخذ مثال، احسب قيمة مرونة الطلب. هاي أمثلة مراجعة، مراجعة للمقرر. مثال، احسب قيمة مرونة الطلب السعرية إذا انخفض سعر السلعة من 50 إلى 40 ريال. يعني السعر الأول كم؟ 50، والسعر الثاني كم؟ 40، وزادت الكمية من 300 إلى 400. معناه الكمية الأولى 300 والكمية الثانية 400. نطبق القانون، إي بي شو تساوي؟ 400 اللي هي كيو 2 ناقص 300 كيو 1 على السعر الثاني 40 ناقص السعر الأول 50 ضرب السعر الأول 50 على الكمية الأولى 300. يعني نطبق القانون المكتوب في الأعلى بطلع عنا الجواب سالب 1.7. إذا هذه شو نوع المرونة؟ هذه مرونة الطلب. لماذا مرونة الطلب؟ لأنه إشارتها سالبة، لأن الجواب سالب. نأتي إلى مثال رقم 2، احسب قيمة مرونة العرض السعرية إذا ارتفع سعر السلعة من 80 إلى 90، يعني بي 1 80 وبي 2 90، وزادت الكمية من 600 إلى 800، يعني كيو 1 600 وكيو 2 800. نطبق القانون، كيو 2 800 ناقص كيو 1 600 تقسيم بي 2 900 ناقص بي 1 80 ضرب بي 1 80 على كيو 1 600
بطلع الجواب 2.7. لاحظوا الجواب طلع بالموجب، معناها هاي مرونة عرض. لما يكون الجواب موجب مرونة عرض سعرية، ولما يكون الجواب سالب مرونة طلب سعرية. هذا التكليف تمرير حول حتى تحلوله لوحدكم. هناك تكليف رقم 1 وتكليف رقم 2 اللي بالأحمر، يعني حاولوا تحلوه لوحدكم حتى تتأكدوا أنه تستطيعوا تطبيق القانون. ننتقل الآن إلى الشريحة رقم 2 بالمراجعة. إذا كانت دالتي الطلب والعرض كما يلي: QD تساوي 40 ناقص 3B، وQS تساوي 5 زائد 2B. لاحظوا الأولى دالة الطلب، كيف عرفنا أنها دالة الطلب؟ لأن الإشارة التي تسبق السعر سالبة. دائما عندما الإشارة التي تسبق السعر سالبة بتكون دالة الطلب، وإذا كانت الإشارة التي تسبق السعر موجبة تكون دالة عرض. هذه قاعدة. لاحظوا هنا سالب، الإشارة التي تسبق السعر سالب معناها دالة الطلب، وهنا الإشارة التي تسبق السعر موجب فهي دالة عرض. ليس هذا المطلوب، ولكن للشرح المطلوب أوجد ثمن التوازن وكمية التوازن جبريا، ثم أكمل الفراغات في الجدول. احنا قلنا كيف نوجد كمية التوازن جبريا وسعر التوازن جبريا؟ نساوي الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة، يعني نساوي الكمية المعروضة QS مع الكمية المطلوبة QD. يعني باختصار نساوي المعادلتين، نساوي المعادلتين مع بعض. كيف نوجد سعر التوازن؟ نساوي المعادلتين مع بعض. لاحظوا هنا سويناهم 40 ناقص 3B شو تساوي؟ 5 زائد 2B. قمنا بمساواة المعادلتين المعطاة بالسؤال. بعد ما سوينا المعادلتين نرتب المعادلة، نضع الأشياء المتشابهة مع بعضها مع تغيير الإشارة. إذا 5 هنا ننقلها إلى اليسار، 5 ننقلها إلى اليسار فتصبح سالب 5، والسالب 3B ننقلها إلى اليمين تصبح زائد 3B. ماذا يصبح عندنا الآن؟ 40 ناقص 5 يساوي 2B زائد 3B. 40 ناقص 5 35، 2B زائد 3B 5B. لإيجاد البي نقسم الطرفين على 5. معناها بطلع عندنا البي كم؟ 7. بطلع عندنا ثمن التوازن 7. طب كيف نوجد كمية التوازن؟ نعوض في إحدى المعادلتين اللي موجودة في الأعلى. لإيجاد كمية التوازن نعوض في إحدى المعادلتين الموجودات في الأعلى. نعوض مين؟ نعوض السعر اللي أوجدناه، السعر 7 اللي أوجدناه نعوضه في إحدى المعادلتين اللي فوق. إذا عوضناه بمعادلة الطلب بنقول 40 ناقص 3 في بي، البي كم طلعناها؟ 7. إذا 40 ناقص 3 في 7 بيطلع الجواب 19. لو طبقنا في المعادلة الثانية بيطلع نفس الجواب، 5 زائد 2 في بي، البي 7، 5 زائد 2 في 7 بيطلع الجواب 19. إذا ثمن التوازن 7 وكمية التوازن 19. طب الآن المطلوب نكمل الفراغات في الجدول. كيف نكمل الفراغات في الجدول؟ لإيجاد الكيو دي الكمية المطلوبة، يعني إيجاد العمود الثاني نعوض في المعادلة الأولى، ولإيجاد العمود الثالث نعوض بالمعادلة الثانية، نعوض السعر اللي موجود في العمود الأول. يعني لإيجاد الـ 34 كيف بنعمل؟ بنقول 40 ناقص 3 في 2 بطلع الجواب 34. طب لإيجاد الـ 31 نعوض، بنقول 40 ناقص 3 في 3 بطلع الجواب 31. طب لإيجاد العمود الأخير الثالث نعوض بالمعادلة الثانية QS، نعوض السعر الموجود في العمود الأول في المعادلة الثانية. على سبيل المثال رقم 9 كيف أوجدناه؟ عوضنا في المعادلة الثانية، عوضنا السعر 2 في المعادلة الثانية، QS تساوي 5 زائد 2 في 2 بطلع الجواب 9. طب لإيجاد الـ 11 كيف عملنا؟ قلنا 5 زائد 2 في 3 بطلع الجواب 11، وهكذا. يعني لإيجاد العمود الثاني نعوض في المعادلة الأولى، ولإيجاد العمود الثالث نعوض في العمود لإيجاد العمود الثالث نعوض في المعادلة الثانية. مين نعوض؟ نعوض السعر اللي موجود في العمود الأول. نكتفي بهذا القدر، راح نترك الآن المجال إذا هناك مجال للأسئلة، وغدا إن شاء الله راح نكمل المراجعة، وغدا راح يكون اللقاء الأخير.
غدا راح يكون عندنا اللقاء الأخير نكمل شرائح المراجع. هل هناك أسئلة؟ غدا إن شاء الله راح نكمل المراجعة بعون الله. هذا احنا الآن نعمل مراجعة، الآن نعمل مراجعة، المفروض الطلاب فاهمين اللي بشرحه لأنه هذا مراجعة مش إعادة شرح شيء جديد. طيب الجدول كيف عبيناه؟ العمود الأول معطى، العمود الأول معطى، السعر عمود مين؟ السعر. نعوض هذا الأرقام في المعادلة الأولى فبنطلع العمود الثاني، ونعوض الأرقام الموجودة في العمود الأول بالمعادلة الثانية فبنطلع الجدول الثالث. واضح؟ تعويض مباشر. علامة أكبر أو أصغر تعتمد هل نكتب بالعربي أو نكتب بالإنجليزي. اللي كتبتيها الآن إذا كنا كاتبين بال هنا، خلينا نشوف كيف الأكبر والأصغر. خلينا نرجع هنا إلى إحدى هنا، هاي مثلا هاي الإشارة لأن كاتبين بالإنجليزي معناها أكبر، هنا هاي الإشارة لأنه كاتبين بالإنجليزي أكبر، وإحنا دائما نكتب بالإنجليزي في المعادلة. هاي شو تعني هنا؟ هنا كاتبين بالعربي، هنا معناه الإيراد المتوسط أقل، هنا شو تعني هنا؟ أصغر لأن كاتبين بالعربي. هاي مع إذا كنا كاتبين بالعربي هذه تعني أكبر، إذا كنا بنكتب بالعربي هاي تعني أكبر وهاي تعني إيش؟ أصغر. طب إذا كنا بنكتب بالإنجليزي هاي تعني أكبر. واضح؟ حسب إن بنكتب بالعربي ولا بالإنجليزي. إذا كنا بنكتب بالعربي هذه الإشارة تعني أكبر، إذا كنا بنكتب بالعربي هذه الإشارة تعني أكبر وهذه الإشارة تعني أصغر، إذا بنكتب بالإنجليزي العكس. بس إحنا لا تنزلوا هم يعني حتى لو جبنا في الاختبار رح نكتبها كتابة أكبر أو أقل، يعني رح نكتبها بالرمز وكتابة كمان حتى ما يتلخبط الطلاب. يعني إذا جبنا هاي الإشارة رح نضع الإشارة ونكتبها كتابة كمان حتى الطلاب ما يتلخبط. نعم جميع القوانين مطلوب حفظها، وإحنا راح نلخصها زي ما قلنا، زي ما بدينا في الشريحة الأولى من عند شريحة 112 هي مراجعة، من عند شريحة 112 هي مراجعة. شو مكتوب هنا؟ ملخص القوانين، يعني راح نلخص كل القوانين اللي أخذناها بالفصل ونعمل عليها مسائل حسابية، والمسائل الحسابية التي تأتي في الاختبار مشابهة لما نحل في اللقاءات الحية. احتكار، في عندنا 6 أسباب للاحتكار، الاحتكار له 6 أسباب. أول شيء حقوق الامتياز، يعني الدولة تعطي امتياز لجهة معينة حتى تنتج السلعة، ممنوع جهة أخرى تنتج السلعة زي شركة أرامكو. الدولة أعطت امتياز لشركة أرامكو لإنتاج البترول، ممنوع شركة أخرى تنتج بترول، يعني الدولة أو الحكومة تعطي امتياز لشركة معينة حتى تنتج السلعة، بحيث ممنوع سلعة شركة أخرى تنتج هذه السلعة. الآن براءة الاختراع، إذا جهة معينة بتخترع شيء معناها بتحتكره، أي جهة لذلك بسموه براءة الاختراع، يعني حقوق ملكية لمين؟ للجهة اللي اخترعت الشيء، زي برامج الكمبيوتر لما يعني شركة كمبيوتر تخترع شيء معين بيكون حق إلها، ممنوع ناس إيش ينتجوا. الاحتكار الطبيعي معناه دائما الشركات الكبرى تكاليفها أقل من الشركات الصغرى، فبالتالي ما تستطيع الشركات الصغرى تنافس الشركات الكبرى، معناه هنا دائما الشركات الكبرى بتكون تكاليفها أقل، معناه لا تستطيع الشركات الصغرى منافستها. نظام كارتل زي منظمة أوبك، يعني بيكون مجموعة من المنتجين بتجمعوا بتفقوا على تحديد كمية الانتاج وبتفقوا على الأسعار زي منظمة أوبك. النقطة الخامسة إنه إذا في جهة معينة تمتلك المورد معناها هي اللي بتنتجه. واضح؟ إذا مثلا جهة معينة
هي بتمتلك المورد، المادة الخام للسلعة، معناها هي اللي راح تنتج السلعة، ما راح تنتجها جهة أخرى. لماذا؟ لأنها لا تمتلك المادة الخام. والعلامات المميزة إنه الشركات الإنتاج بتعطي وكلاء بتفوضهم يبيعوا عنها ويستوردوا السلع، بحيث ممنوع يستوردها غير الوكلاء. طيب الجدول سهل، الجدول سهل جدا. اللي مش معطى العمود الثاني والعمود الثالث، اللي مش معطى العمود الثاني والعمود الثالث، العمود الأول معطى، العمود الأول اللي هو السعر معطى، السعر معطى. طيب الآن بعوض هذه الأسعار اللي موجودة في المعادلات اللي معطاها في الأعلى. يعني الآن هنا هذا السعر عندي كم؟ السعر عندي 2، بعوض السعر 2 مكان البي، هون بحط السعر 2 مكان حرف البي، بصير عندنا 40 ناقص 3 في 2 بطلع الجواب كم؟ 34. يعني نعوض مكان حرف البي، مكان حرف البي اللي بالمعادلة، نعوض الأسعار اللي موجودة هون. طيب لإيجاد العمود الثاني بنعوض بالمعادلة الأولى، لإيجاد العمود الثالث نعوض بالمعادلة الثانية، تعويض مباشر. نعم راح بكرة إن شاء الله راح نتحدث عن الرسومات، بكرة إن شاء الله في المراجعة راح نتحدث عن الرسومات. طيب الآن كيف أوجدت مثل رقم 13 هنا؟ كيف أوجدت هذا الرقم 13؟ عوضت السعر 9 مكان حرف البي، معناه شو أقول؟ 40 ناقص 3 في 9 بطلع الجواب كم؟ 13. طب كيف أوجدت الرقم هنا 31؟ عوضت في السعر 13، عوضت في المعادلة الثانية لأنه QS، 5 زائد 2 بدل حرف البي وضعت إيش الرقم؟ 13، وطلع الجواب 31. تعويض مباشر، تعويض مباشر، وهذا أخذناه بالسابق، الآن إحنا بنراجع ما بنعيد الشرح مرة ثانية، إحنا نقوم بعملية مراجعة وليس إعادة الشرح مرة أخرى. طب غدا إن شاء الله رح يكون اللقاء الأخير ورح نكمل بقية المراجعة غدا إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.